بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، سلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. حياكم الله إخواني وأخواتي في برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها، كتاب العربية بين يديك، الكتاب الثاني، الجزء الثاني. ونحن وإياكم نكمل هذه المسيرة في الوحدة 139. هذا الدرس يتكلم عن التالي، يتكلم عن مهارة تكلم أو تحدث. ولدينا في التدريب الأول، ماذا تقول في المواقف التالية؟ ماذا تقول في المواقف التالية؟ طبعا لدينا هذه المواقف كما ترونها أمامكم. تريد أن تدعو شخصا تطلب من شخص أن يعرفك بالإسلام، أيضا ماذا تقول؟ هذه أشياء كثيرة حقيقة، بإمكانكم أن تطبقوها مع أبنائكم، مع بناتكم، مع أهلكم، بحيث يعني تتعلمون أكثر كيف تتكلموا اللغة العربية. طيب، سننتقل الآن إلى الجزء الذي يليه.
طيب، استمعنا قبل قليل ما شاء الله تبارك الله إلى هذه المعلومات الجميلة عن أركان الإسلام الخمسة. عن ماذا؟ عن أركان الإسلام الخمسة التي هذا هو العنوان أمامكم. طبعا لدينا مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: ما أركان الإسلام؟ وهي كما ترونها أمامكم: الشهادة، الصلاة، الزكاة. لدينا السؤال الثاني: ما الركن الذي يؤديه المسلم 5 مرات في اليوم؟ ما رأيكم؟ ما هو الركن الذي يؤديه المسلم 5 مرات في اليوم؟ صلاة. أحسنتم، ممتاز، الصلاة. أحسنتم. طيب السؤال الثالث: ما الركن الذي يعطي فيه المسلم مالا؟ الزكاة. لا أم الزكاة. أحسنتم، أحسنتم. السؤال الرابع: ما الركن الذي لا يصح أداءه إلا في مكة؟ الحج. الحج. أحسنتم. إذن هذه الأسئلة حقيقة ما شاء الله تبارك الله جميعنا نحن جاوبناها من خلال استماعنا أيضا للمسموع. سنكمل أيها الكرام. طيب، نحن استمعنا إليها سابقا حقيقة ولا نحتاج نستمع مرة أخرى، سأتركها لكم. لكن يهمنا الآن الأسئلة الاستيعابية. طبعا السؤال الأول، التدريب الأول: ضع علامة صح تحت ركن تشير إليه العبارة. يعني على سبيل المثال، رقم 1 يؤدي شهرا واحدا في السنة، ما هو الذي يؤدي شهرا واحدا في السنة؟ هل هو الصلاة؟ هل هو الحج؟ هل هو الصوم؟ هل هو الزكاة شهرا؟ الصوم. 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 لنرى الجواب سويا، بارك الله فيكم، لنرى الجواب سويا. هل هو الصوم؟ نعم. إذا أنا أتكلم عن الصوم يؤدي شهرا. طيب، حينما أتي إلى على سبيل المثال رقم 2، يؤدي مرة أو يؤدى no problem، يؤدى مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر، ما الحج. رأيكم؟ الحج. ولنرى الجواب، هل هو الحج كما ذكرتم؟ أحسنتم. يؤدى يوميا، رقم 3، يؤدى يوميا، ما رأيكم؟ الصلاة. الصلاة. أحسنتم، الصلاة تؤدى يوميا. يؤدى مرة في السنة بالمال، رقم 4، يؤدى الزكاة. مرة في السنة بالمال، ما الزكاة. ولنرى الجواب نحن وإياكم سويا. أحسنتم، الزكاة. لا نأكل فيه طعام أو طعاما في النهار، رقم 5، ما الصوم. رأيكم؟ الصوم. لنرى الجواب مع بعض سويا. إذن هو الصوم. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، نؤدي بعده زكاة الفطر. زكاة الفطر. الصوم. صوم. ولنرى الجواب سويا نحن وإياكم. أحسنتم. نعطيها للفقراء أو نعطيها للفقراء، رقم 7، الزكاة.
الزكاة نعطيها للفقراء أو تعطى للفقراء، أحسنتم. كل مرة الصلاة، الصلاة نتوضأ طبعا لها كل مرة، وهذا هو الجواب الصحيح. نطوف ونسعى، نطوف فيه ونسعى، ما رأيكم؟ هل هو الحج؟ نطوف فيه نحن وإياكم سويا. طيب هنا التدريب الثاني، ضع علامة صح بجانب موضوع كل فقرة. طبعا نحن استمعنا قبل قليل ونريد أن نضع علامة صح. الأول أو الفقرة الأولى تتكلم عن ماذا؟ هل كانت تتكلم عن أو مفتاح الشهادة أو أركان الإسلام كلها؟ رأيكم عن ماذا كانت تتكلم الفقرة الأولى التي كنا نتحدث فيها؟ الجواب للجميع، ليس فقط إذن كانت تتكلم عن جميع أركان الإسلام لأنها كانت تمهيد. الفقرة الثانية كانت تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن الصلاة، أحسنتم أحسنتم. الفقرة السورية كانت الثالثة. الفقرة الرابعة كانت تتكلم عن الزكاة، والفقرة الخامسة أحسنتم كانت تتكلم عن الصيام، وأخيرا كانت تتكلم عن ما تتكلم عن الحج. أخذت أركان الإسلام بالتدريج. طيب نكمل. هنا جزء خاص بالمفردات. المفردة: صل بين الكلمتين اللتين تأتيان معا واستعملهما في جملة من إنشائك. لاحظوا هذه هي الكلمات من 1 إلى 6، ثم من الكلمات هنا. طيب نحتاج أن نضع هذه الكلمات مع بعض. نلاحظ على سبيل المثال، صلاة مع ماذا تأتي صلاة؟ ما الجواب؟ يوم مع ماذا تأتي؟ أركان مع ماذا تأتي؟ عمود مع ماذا تأتي؟ تأتي سبيل مع ماذا تأتي؟ إذن صلاة مع صلاة الفجر، أحسن. لاحظوا صلاة الفجر. طيب يوم، ما رأيكم مع ماذا؟ يوم القيامة. يوم القيامة، أحسنتم بارك الله فيكم. أركان مع ماذا؟ أركان الدين. مع أركان الإسلام، أحسنتم، مع أركان الإسلام. عمود، الصلاة عمود دين، عمود الدين، أحسنتم. حج، دائما نقول حج، حج البيت، حج البيت، أحسنتم، حج البيت. إلا سبيل مع كلمة أحسنتم، سبيل الله أو سبيل الله، أحسنتم. طبعا الجزء الآخر يريد منا أن نضع هذه الكلمتين في جملة من إنشائك. على سبيل المثال، الصلاة عمود الدين، إذا أردنا أن نأخذها بهذه العبارة. طيب التدريب الثاني هنا يريد منا أن نصل بين الكلمة والتعريف المناسب. هذه هي الكلمات، وهنا هذه هي الكلمات، وهنا التعريف. طيب حينما أسألك أو أسألك ماذا تعني كلمة الزكاة؟
ماذا تعني كلمة أو عرف الزكاة؟ مال يخرجه للفقراء. ممتاز، أحسنتم، مال يخرجه، أحسنتم، هذا هو تعريف الزكاة. طيب ما تعريف الشهادتان؟ كيف نعرف الشهادتان؟ مفتاح الدخول إلى الإسلام. مفتاح الدخول إلى الإسلام، لا نستطيع أن نقول لهذا الشخص أنت مسلم إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يعمل. عرف الحج، زيارة ما مكة. رأيكم؟ زيارة مكة من أداء المناسك، ممتاز، أحسنتم. الصلاة، مدين، عمود الدين، أحسنتم، عمود الدين، الصلاة عمود الدين. في الصيام، ترك الطعام والشراب، أحسنتم، ترك الطعام والشراب والشهوة من الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو التعريف القصير وليس الكبير أو المجمل إذا أردنا أن نقول عن أي حاجة من حاجات أركان الإسلام. طيب نكمل، لدينا هنا ملاحظة نحوية وتتكلم عن تمييز الأعداد من 3 إلى 10. طيب العدد من 3 إلى رقم 10 يخالف تمييزه في التذكير والتأنيث، ويكون تمييزه جمعا مجرورا. ماذا نقصد بالتمييز؟ الآن سنفهم ماذا نقصد. لاحظوا الأول، لي ثلاثة أبناء. كلمة أبناء هنا، هذه الكلمة التي أؤشر عليها باللون الأصفر هي التمييز. فلاحظ حينما أتت كلمة ثلاثة في صيغة المؤنث، التمييز هنا يأتي في صيغة المذكر. هذا لأنها أعداد ما بين 3 إلى 10، أحسنتم. ونلاحظ هنا في المثال الذي يقابله هنا، لي 3 بنات. هنا كلمة بنات هي التمييز وهي مؤنث، إذن سيكون العدد مذكر. إذن هذا هو الفرق، تمييزها يختلف عن العدد. إذا كان العدد في صيغة المذكر سيكون التمييز في صيغة المؤنث، أو العكس، إذا كان التمييز في صيغة المؤنث سيكون العدد في صيغة المذكر. هنا لاحظوا، لدي 4 كتب، بينما هنا عندها 4 نساء. 4 نساء، رقم 3، لك 5 أطفال، أطفال مذكر. في الشقة 5 غرف، لأن كلمة غرف مؤنث من غرفة. اشتريت 6 أقلام، في الفصل 6 طالبات. جاء 7 مهندسين، ذكر سالم. هنا لديه 8 دجاجات، 8 دجاجات. وهنا في المدرسة رقم 5، 7 معلمات. إذن بالمختصر أيها الكرام، كما ذكرنا لكم، التمييز في الأعداد من 3 إلى 10 يخالف العدد، ويكون تمييزه دائما في
الجمع المجرور في صيغة ماذا؟ الجمع المجرور. يعني مستحيل أقول لي ثلاثة ابن بهذه الطريقة، خطأ. لابد أن تكون لي ثلاثة أبناء، لأن ثلاثة فما فوق تعتبر في حالة الجمع، تعتبر في حالة الجمع. طيب ستأتينا أمثلة الآن أكثر أكثر. طيب التدريب الأول هنا، حول العدد من رقم إلى حرف كما في المثال. هذا هو المثال، حينما حولناه صار خمس حافلات، خمس مذكر وحافلات ستأتي بصيغة المؤنث. طيب تكون نطقها الصحيح عشر سمكات، ما رأيكم؟ حينما أقول لدي أو عندي دبنت نو بروبلم، لدي عشر سمكات، أحسنتم بهذه الطريقة بارك الله فيكم. أقول لدي على سبيل المثال، لدي عشر سمكات بهذه الطريقة، لدي عشر سمكات. فكلمة عشر تأتي في صيغة المذكر لأن سمكات صيغة المؤنث. طيب نكمل أيها الكرام، نكمل بارك الله فيكم. طيب هنا أيضا أربعة أقلام، كلمة أربعة أقلام هنا، أربعة أقلام كيف أقول؟ لدي أربع أقلام أم أربعة أقلام، أيهما أصح؟ ما رأيكم أيها الكرام؟ أحسنتم، أربعة أربعة أوكي، أربعة أقلام. لماذا؟ لأن كلمة أقلام مذكر، جمع مذكر، فلا بد أن يأتي العدد في صيغة المؤنث، لا بد أن يأتي العدد في صيغة المؤنث بهذه الطريقة. أربعة أقلام ويكون جمع في صيغة الجر. طيب ما شاء الله، سأترك لكم حقيقة الباقي كنشاط في المنزل تكملوه وتتعلموا عليه، سنكمل. طيب هنا التدريب الثاني، املأ الفراغ بالعدد الصحيح بين القوسين، بالعدد الصحيح، هذا هو هنا، سنختار العدد الصحيح. يلا رقم واحد، هناك فراغ أسباب جعلت يسلم، هل أقول هناك سبع أسباب أم سبعة أسباب؟ ما الصحيح؟ ما رأيكم يا إخوتي من خلال الإنترنت؟ سبعة إكسلان. طيب if I ask you my sister why you chose the word of سبعة not سبع؟ Because the plural is in the masculine form. Can you ممتاز. Because the word of أسباب في صيغة المذكر. أسباب, the word of أسباب, it's مذكر. So we have to use سبعة as a female. As a female sound. طيب ما شاء الله تبارك الله. Excellent. بارك الله فيكم my sister. طيب number two. Two. رئيسية. ما رأيكم؟ ما الجواب؟ ستة. أوكي. نشوف الجواب مع بعض. أحسنتم. ستة ألوان رئيسية. لأن ألوان جمع مذكر. طيب رقم ثلاثة. أصلي في اليوم فراغ صلوات. خمسة. خمس. أحسنتم. ممتاز. خمس صلوات.
طبعا الصلوات أو بصيغة التأنيث، فلا بد أن يأتي هنا في صيغة المذكر. أحسنتم. رقم 4، في مدينة فراغ حدائق، هل أقول 10 حدائق أم 10 حدائق؟ 10. 10، ولنرى الجواب مع بعض هل هو صحيح أم يحتاج إلى تصحيح. 10. طيب ما السبب حتى نوضح؟ ما مفرد حدائق؟ ما مفردها؟ مفردها حديقة. حديقة. مفردها حديقة. So it's a female sound because we have تاء مربوطة at the end. مفردها حديقة. So when it comes as a female if in the singular, I have to. Okay. طيب نكمل بارك الله فيكم. نطوف في بالكعبة فراغ أشواط، هل أقول 7 أشواط أم 7 أشواط؟ ما رأيكم أيها الكرام؟ 7. أحسنتم، 7 أشواط، لأن كلمة أشواط صيغة مذكر، صيغة مذكر. طيب رقم 6، ندرس في اليوم فراغ حصص، هل أقول 4 حصص أم 4 حصص؟ 4. كلمة حص 4. لنلاحظ الجواب مع بعض ولنتأكد my sister 4 وليس 4. ماذا أو ما هو مفرد كلمة singular؟ What is it؟ حصص. The singular is حصة. So at the end we have تاء مربوطة. Okay. It's a female sound. Okay. So I have to use with this you have to use it as plural. أقول ندرس في اليوم 4 حصص. بهذه الطريقة. طبعا لابد يعني حينما نلاحظ إلى صيغة الجمع بعد العدد، إذا أشكل علينا نعود به إلى صيغة المفرد. صيغة المفرد هي من تأتيني باليقين، هل هذا مذكر أم هذا مؤنث؟ وهناك بعض الاستثناءات، حقيقة هناك بعض الاستثناءات. طيب التدريب الثالث، أجب التالية بالأعداد من 3 إلى 10 واضبط التمييز بالشكل. سأترك لكم هذا النشاط في المنزل بإذن الله تكمله. طيب نكمل. هذه آيات كريمات، اقرأ الآيات التالية ثم اذكر لماذا جاء العدد مذكرا مرة ومؤنثا مرة، وهذا يعتمد كما قلنا على التمييز. إذا كان التمييز مذكر سيأتي العدد مؤنث، وإذا كان التمييز مؤنث سيأتي العدد مذكر. سأترك لكم هذه القراءة أو هذه الآيات كنشاط في المنزل تعملوه مع أهلكم وأحبابكم. هنا جزء من التعبير الموجه، بمعنى يعني أكتب حول الحوار أرد في هذه الوحدة. أراد كارلوس أن يسأل أحمد عن الإسلام، فرحب أحمد بأسئلته، وكان السؤال الأول، تكتب كتابة عن هذا الحوار الذي تعلمناه سابقا. أيضا أكتب موضوعا عن الإسلام، ستكتب هنا شيئا عن الإسلام، الإسلام دين جميل، الإسلام دين عظيم، الإسلام etcetera etcetera. بعد ذلك لدينا حول الحوار الثاني الوارد في النحو أو في الوحدة إلى نص سردي مبتدئا بما يلي. طبعا لدينا الحوار الثاني، حوله إلى نص، بمعنى الحوار الذي كنا نستمعه نحوله هنا إلى كتابة.
أيضا لخص نص أركان الإسلام، أركان الإسلام الذي أخذناه قبل قليل، make it in brief or summarize، بمعنى make it in brief or summarize. هذا أيضا خط الرقعة، فقط نعود أو نكتبها مرة أخرى مثلما هي مكتوبة أكثر من مرة حتى نتعلم ونتعرف على كتابة الخط الرقعة. تنوين النص معنا في الوحدة العاشرة، تنوين النصب. طبعا تنوين النصب في صيغة الإملاء يرسم تنوين النصب على الألف إلا إذا ما كان قبل التنوين همزة قبلها ألف فإنها لا ترسم ويكون التنوين على الهمزة. يعني دائما نحن نعرف تنوين النصب بمعنى دبل فتحة، هذا هو تنوين النصب، دائما ينص أو على الألف. لكن إذا ما كان قبل التنوين همزة، قبل التنوين أي قبل الألف همزة، فإنها لا ترسم ويكون التنوين على الهمزة. وإذ وكذلك إذا كان الآخر تاء مربوطة فإنه يرسم عليها التنوين. لاحظوا على سبيل المثال هذا المثال عزيزا حكيما، عزيزا حكيما، نهاية الجملة في عزيزا وحكيما فأتت صحيحة، لكن هنا لاحظوا ابتداء، فهنا الهمزة ترسم على الهمزة وليس الألف لأنها انتهت. أجرا عظيما هنا انتهاء نفس الحكاية، بدءا لاحظوا هنا وهنا ماء، جزاء وهنا قصاء، بنتا كلمة، كلمة التاء تكتب أو ما يسمى بأداة النصب التنوين النصبي على التاء المربوطة. إذن هذه قاعدة كتابية، إذا انتهت بألف سنكتب على الألف، إذا انتهت بالهمزة والألف سنكتب أيضا على الهمزة وليس على الألف، وإذا انتهت بتاء مربوطة سنكتب على التاء المربوطة، ولا نحتاج أن نضيف يعني زي كلمة ألفا ثم نضع عليها بهذه الطريقة، لا خلاص انتهت بالتاء المربوطة سأضع التاء المربوطة وفوقها علامة تنوين النص بهذه الطريقة. طيب هنا أيها الكرام سنتوقف اليوم، ونحن ولله الحمد انتهينا من الوحدة 11، وفي اللقاء القادم بإذن الله سنبدأ في الوحدة 12. وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.